أعلنت إدارة الهجرة بمدينة إسطنبول التركية استمرار تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة. وقال مدير إدارة الهجرة في إسطنبول بيرام يالونسو إنهم مستمرون في تحديث بيانات السوريين الحاصلين على الحماية المؤقتة في إسطنبول من خلال المراكز المخصصة لذلك، مطمئنا الذين تم إيقاف قيودهم بأنه سيتم تحديث جميع البيانات الخاصة بهم في أقرب وقت. بدوره قال نائب مدير إدارة الهجرة في إسطنبول سردار دال: لن يتعرض أي سوري في إسطنبول للضرر، وسيتم إنشاء مركز جديد في منطقة دوزلا لتيسير تحديث البيانات. رحلت السلطات التركية عشرات الشبان من اللاجئين السوريين خلال الأيام القليلة الماضية من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الكملك، بينهم طلاب في جامعات تركية وحاصلون على أذونات عمل، وبعضهم وصل إلى إدلب بدون عائلته، حيث بلغ عدد المرحلين أكثر من 4000 شخص خلال الربع الأول من عام 2022. مراسل تلفزيون سوريا التقى أحد المرحلين وعاد بالتقرير التالي. كنا مثل ما بقول عم نرسم أحلام في رأسنا أنه نوصل على أوروبا ونجيب أهالينا لعنا ونجيب عائلتنا لعنا، ولكن تحولت الأمور كلها بالعكس، غمض عين فتح عين لقينا حالنا صرنا بإدلب. يبدو أن حلم عبد القادر المهجر من مدينة حلب بات شبه مستحيل. 8 سنوات في تركيا تنتهي بترحيله إلى إدلب، يجلس وحيدا ويحاول التواصل مع أي شخص يساعده للعودة إلى تركيا مجددا، فلا أحد من عائلته هنا ولا منزل أو صديق. تغيب الحلول لديه، وربما يدفعه الأمر إلى اللجوء لطرق التهريب رغم المخاطر التي قد يتعرض لها والتكاليف التي يتكبدها لقاء ذلك. طبعا ناشد الحكومة التركية ونطلب انه نرجع على تركيا اليوم او بالبكرة، لانه ما لنا حدا هون، وصلنا نحن مقيمين بتركيا اكثر من 8 سنين، وان عمالنا هنيك وان بيوتنا وامورنا كلها تصارت تمام هنيك، فبناشد الحكومة التركية في اقرب وقت انه اذا ترجعنا على اسطنبول يعني كتر خيرها. رغم قلة الإحصاءات الدقيقة التي توضح أعداد السوريين الذين يتم ترحيلهم إلى سوريا، منذ أن بدأت السلطات التركية تتخذ مثل هذه الإجراءات بحقهم، إلا أن معبر باب الهوى مع تركيا لديه توثيقات شهرية وسنوية لأعداد المرحلين الذين تتم إعادتهم إلى إدلب عبر بوابته الحدودية. طبعاً كإحصائية في عام 2021 قام الجانب التركي بترحيل قرابة 16,000 مواطن عبر معبر باب الهوى، وفي الربع الأول من عام 2022 بلغ حتى تاريخ اليوم قرابة 4,500 مواطن تم ترحيلهم من تركيا إلى سوريا. هؤلاء المرحلين ينقسمون إلى عدة شرائح، القسم الأكبر منهم هم من الأخوة المواطنين الذين يعبرون الحدود التركية بطريقة غير شرعية، يقوم الجانب التركي بتسليمهم لنا عبر معبر باب الهوى. هنالك شريحة أيضا من العائدين بشكل طوعي للاستقرار في المناطق المحررة، وأيضا هنالك القسم الآخر هم الذين عليهم مشاكل أمنية وغيرها في الأراضي التركية، يقوم أيضا الجانب التركي بترحيلهم عبر المعبر. تخوفات كبيرة لدى قرابة 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا من التعرض لموقف الترحيل، وتشير مصادر قانونية إلى أن هناك جزءا كبيرا من المرحلين يحملون كل الأوراق القانونية اللازمة. يرى حقوقيون أن عملية ترحيل السوريين مخالفة لقانون الحماية المؤقتة المعمول به في تركيا، لكنها تستمر، وتستمر معها مناشداتهم لجمعهم مع عائلاتهم من جديد. إبراهيم سويد، تلفزيون سوريا، معبر باب الهوى، الحدود السورية التركية. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا المنسق العام لطاولة الحدود مهدي داوود ومراسلنا من ريف إدلب إبراهيم السويد. سأبدأ معك إبراهيم، انقل لنا قصة لفتتك من قصص المرحلين.
بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولكم مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة يعني كاترين في الفترة الأخيرة ونتحدث عن الربع الأول من عام 2022 هناك أكثر تقريبا من 4500 شخص تم ترحيلهم من الأراضي التركية طبعا باتجاه منطقة إدلب، وهذه فقط الأرقام التي أتحدث عنها عبر معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا. طبعا جلهم تم ترحيلهم بشكل قصير من الأراضي التركية باتجاه منطقة إدلب. أثناء تجولي يعني بين عدد من القصص، البعض منهم يعني رفض الظهور على الإعلام، البعض الآخر يعني تحدثت معه ونقل عدد الرسائل. ما شاهدته هنا في هذه المنطقة، الكثير من الذين تم ترحيلهم من الأراضي التركية يحملون أوراقا رسمية كاملة، يعني كل الأوراق القانونية المطلوبة والمعمول بها في تركيا يحملونها هنا، يحملونها في الداخل التركي، وتم ترحيلهم باتجاه أحد المناطق. أحد الأشخاص الذين التقيته يعني كان يحاول العبور إلى منطقة أوروبا يعني عبر اليونان، فتم الإمساك به من قبل الشرطات التركية. حبس تقريبا حوالي يعني وسجن لثمانية أيام، بعد ثمانية أيام يجد نفسه في منطقة إدلب هنا، حيث لا يوجد له أي أقرباء أي عائلة هنا في هذه المنطقة، حتى أننا الكاترين اضطررنا أن نصور معه في الحديقة العامة في إدلب لعدم وجود أي شيء يخص له هنا في منطقة يعني إدلب، لأنه هو مهجر من مدينة حلب وأكثر من ثمانية سنوات هو متواجد في منطقة تركيا ويملك يعني كل الأوراق المطلوبة. هذه أحد القصص والقصص الكثيرة المشابهة له هنا يعني ما وجدتها في منطقة إدلب. وهذه الأرقام التي تحدثت عنها هي فقط من معبر باب الهواء الحدودي مع تركيا. هناك معبر باب السلامة، وهناك عمليات أيضا ترحيل تتم من المعابر الغير رسمية أتحدث عنها كمعبر خربة الجوز المتواجد في منطقة جسر الشغول. كان عدد لا بأس به من الأشخاص الذين تم ترحيلهم، لكن ملفت للنظر كثير أنه تم ترحيل أربعة أشخاص لا يملكون الجنسية السورية، تم ترحيلهم إلى منطقة إدلب وهم أفغان، وكنا قد التقينا فيهم أيضا في هذه المنطقة، تم ترحيلهم إلى الأراضي السورية وهم من غير الجنسية السورية كثير. نعم إبراهيم ابقى معنا، سأنتقل إلى السيد مهدي. لماذا كثرت حالات ترحيل السوريين من تركيا خلال العام الأخير؟ مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين سواء في المحرر أو بالداخل السوري أو بجميع أنحاء العالم. طبعا بصراحة يعني موضوع الترحيل السوريين بظن هي ورقة ضغط حاليا عم تمارسها هي المعارضة على الحكومة المؤقتة، عفوا الحكومة التركية، والحكومة التركية هي بدورها عم تحاول تبين للمجتمع التركي انه اخي الناس اللي اساسا ما راح يتبعوا نظام معين، الناس اللي هن اساسا مخالفين راح نتم ترحيلهم ارسالهم الى سوريا. طبعا اثناء العمل هذا يتم في تجاوزات مثل ما كلياتنا بنعرف، ناس افغان ترحلوا او باكستانيين او عراقيين حتى ترحلوا للداخل السوري، ايضا كمان في ناس عندهم اقامات او ناس عندهم اذن عمل كمان ترحلوا. طبعا هو السبب الاول والاخير هو سبب سياسي بحت مع الاسف. نعم هناك من يتحدث عن عشوائيه في الترحيل، ما قولك؟ هلا بصراحه يعني هو موجود قرار متخذ من قبل الحكومه، الناس اللي راح تتجاوز بعض القوانين راح يتم ترحيلها، هذا قرار متخذ من قبل الحكومه انه الناس الغير ملتزمين بقوانين تركيا سيتم ترحيلهم، ولكن اثناء تطبيق هذا القانون هناك جهات مستفيده وجهات تعمل على انه ايجاد فجوه اكبر بين المجتمع التركي والمجتمع السوري، فيستغل الوضع ويتم فيها ترحيل تعسفي مع الأسف لمجموعة من الشرائح، سواء من شباب عندها إقامة عمل أو شباب عندها دراسة داخل تركيا أو حتى ناس عندهم إقامات سياحية. نعم، ما هي آلية اتخاذ قرار الترحيل وآلية الطعن فيه؟ هلا بصراحة آلية اتخاذ القرار هي الأول شيء الشرطة هي تتم ترحيل الشخص إلى مراكز هجرة، ومراكز هجرة هي تتخذ قرار الترحيل، قرار الترحيل هو خاص فقط بإدارة الهجرة إذا لم يكن عليه كود أمني، أما إيقاف هو فقط قرار إداري من قبل المحاكم، يعني قرار لازم يكون في تدخل من قبل المحامي، ولازم الشخص هذا يتولى إنه ما لازم يوقع على أي ورقة، مثل ما نسمع بكلياتنا في جميع حالات الترحيل بصير ضغط نفسي على الأشخاص نفسهم انه انت اذا ما وقعت على الورقه الفلانيه انه انت راح تبقى سنتين او ثلاثه بالسجن، او انت اذا وقعت على الورقه الفلانيه راح نخلي سبيلك، يعني احيانا في لعب ببعض الالفاظ، احيانا في
مع الأسف استعمال العواطف للتغلب على موضوع التوقيع. طبعا المهم هو الشخص لا انه ما يوقع على الورقة. طبعا مثل ما نعرف كمان في بعض الأشخاص حتى يتم إرغامهم على التوقيع، ولكن قرار الطعن فقط أن يكون عن طريق المحكمة. بظن إلى الآن في تركيا أو في إسطنبول فقط في حوالي 16 ألف قضية مرفوعة على دائرة الهجرة بشؤون مماثلة بموضوع سواء إلغاء كملك أو إلغاء إقامة أو ترحيل. نعم، المقصود بالتوقيع على الورقة هي ورقة العودة الطوعية. نعم، الورقة الطوعية هي دليل للموظف أن الشخص هذا هو بمحض إرادته طلب العودة. فأمام المحكمة بيكون موقف الشخص المدعي بيكون موقفه ضعيف جدا، لأنه عنده توقيع على ورقة. أما إذا ما عنده توقيع فيكون موقفه قوي وتم رفع القضية بأغلب الأحيان. نعم، سيد مهدي، من المسؤول عن إعادة النظر بقرارات المرحلين، وماذا تنصح كل طرف الهجرة والمرحلين؟ هلا بصراحة يعني موضوع المسؤولين عن المرحلين هم في مؤسسات حقوقية، في مؤسسات سورية، في مؤسسات تركية، في مؤسسات دولية تنعى بمتابعة هذه الملفات. طبعا الأول والأخير هو الشخص نفسه هو المسؤول عن موضوع ترحيله. فأولا أنه لازم يحمل بطاقة يعني غير مزورة أو بطاقة تكون غير مصورة، لأنه حتى المصور يعتبروها بطاقة مزورة. النقطة الثانية أنه لازم صار أي أمر معه يتواصل مع مؤسسة سواء معنية بالأمر القانوني أو مؤسسات سورية معروفة لدى الجميع يتواصل معها، وأسوأ الاحتمال يتواصل مع محامي. وأيضا أنه لازم مثل ما حكينا أهم شيء أنه ما يوقع على أي ورقة سواء يعرف يقرأ أو ما يعرف يقرأ، ما لازم يوقع بأي طريقة ما حتى يتم التدخل من قبل المؤسسات أو من قبل المحامي اللي هو قادر أنه يطعن بقرار دارة الهجرة. نعم، لننتقل إلى داخل سوريا. سأعود لك إبراهيم، مع من ينسق هؤلاء الشبان إمكانية عودتهم إلى تركيا؟ نعم، في الفترة الأخيرة يعني الكثير من الشبان هنا يشتكي من ضعف التواصل حقيقة يعني مع الجهات التركية، فتم توكيل البعض منهم يعني من يملكون المادة المالية أو الأموال يعني يتواصلون مع قانونيون وحقوقيون في الداخل التركي، وهي من تقوم بمتابعة هذا الأمر. إضافة إلى هناك جهة اللجنة المشتركة تركيا سوريا التي متواجدة في تركيا أيضا تتابع عمل هذه الأوراق والأوراق المطلوبة. لكن كما ذكر الضيف يعني أغلب الذين أو جلهم إن كان صح التعبير، جل الذين تم ترحيلهم إلى منطقة يعني إدلب أو مناطق شمال غرب سوريا هم وقعوا على ورقة بأنهم عائدوا طوعيا إلى هذه المنطقة، وبالتالي يعني الإجراءات القانونية التي ستتخذ في تركيا هي من صالح الجهات الحكومية التركية، ولن تكون يعني بحسب القانونيين هنا لن تكون لصالح الذين تم ترحيلهم، لأنه قام بالتوقيع على ورقة هو يعود طوعيا إلى الداخل السوري. وبالتالي اليوم حتى الآن يعني الإجراءات التي يتخذها المرحلون هنا في هذه المنطقة تبدو يعني محدودة جدا، بعض الجهات القانونية تحاول إعادتهم، لكن لا يوجد حقيقة اليوم كثير طرق للعودة إلى الداخل التركي إلا الطرق الغير شرعية، وهي غير مضمونة وتؤدي يعني في فترة من الأحيان ربما إلى أن يكون هناك تكاليف مادية كبيرة جدا، وربما يعود بهم الأمر إلى ذات الموقف ويتم ترحيلهم إلى الداخل السوري. وبالتالي اليوم الجهات القانونية وإضافة إلى عدد من المحامين الذين يقوموا بمتابعة هذا الأمر واللجنة المشتركة هي فقط التي طبعا تتابع أمر هؤلاء المرحلين إلى الداخل السوري وتحديدا منطقة إدلب وريف حلب. نعم، كان معي المنسق العام لطاولة الحلول من اسطنبول مهدي داود ومراسلنا من ريف إدلب إبراهيم السويد، شكرا لكما. في ظل ازدياد عمليات الترحيل للسوريين المقيمين في تركيا، يعاني هؤلاء الشبان من صعوبة كبيرة بالتأقلم مع الحياة في الشمال السوري لأسباب عدة لم يكن آخرها البعد عن ذويهم وتركهم في تركيا. تركت باسطنبول عيلتي، زوجتي وابني، ومالهم حدا هنيك لحالهم، يعني مالهم أي معين غير أنا ورب العالمين. هلا أنا وراي نظامية وهويت اسطنبول وحامل كملك الأصفر، يعني ما علي أي مخالفة. انكمشت نهار السبت مصروف من الشغل، عديت بدي أجيب أغراض لبيتي، قام كمشونا وقفونا 8 أيام بالسجن، سجن طوزلة، من السجن حولونا على كليس،
من كلس بصمونا عورات طوعية طبعا بالكره. بعد هيك رحلونا على سوريا. ايش الاسباب ما بنعرف. نحن منا مخالفين. يعني هلا هويت اسطنبول وراي نظامية، مالي مخالف بأي شيء. نحن ان شاء الله عم نحاول وان شاء الله خير، يعني عم نتصل مع اللجنة السورية واللجنة التركية، بركي ان شاء الله بيمشوا بأمرنا وبرجعونا. والله اغلبيته يعني هون الوضع ميت، شغل ما في، وعم ننام بالجوامع. يعني صرنا شهرين هون، يعني لو ضاعت اول ميتة هون. وانا عيلتي جوا، يعني ابني ومرتي جوا ومالهم حدا جوا. يعني ايش صاير هلا ما بعرف جوا. وكل نهار نهارين بيحكوا معي ايش صار معك، بقلن قربت ان شاء الله رح اجي. وعم نستنى بركي هيك الله يفرجه ويرجعونا. هاي اول سنه برمضان بعيد عن عائلتي، يعني اول سنه، وان شاء الله بركي على اقرب وقت بنكفي نص رمضان معهم. كنت باسطنبول، التقط نهار السبت، انحبست بالمخفر 4 ايام واخذوني على توزدا. ضليت محبوس 25 نهار، معي بصمي اول مره، معي طبعا تيجي واذن سفر عن مدينه نيف شاهير. نحن تفاجئنا بياخذونا على حور كليس، بحطونا بحور كليس، بقولونا انه خلص عم طلع لكم وراء، بصمكم على وثائق وبناخذكم على ولادكم. تفاجئنا انه في تبصيم طوعي، طبعا تبصيم بالاكراه وممنوع تقرا الورقه. بصمونا ورجعونا على سوريا. وصلنا على سوريا مع برباب السلامي بعد ما تبصمنا. تواصلنا مع رئيسة اللجنة المشتركة التركية. تواصلنا معهم، قال تمام وراكم نظامية وراح ترجع تركيا. نتفاجأ نحن رجع 50 شخص وما تبقى، قال ما بيرجعوا. شو السبب؟ قال لأنه نحن باصمين أول مرة، معنا بس توجيه. طبعا نحن من ناشئ الدولة أنه يطلع بأمرنا، نحن ما عاملين شيء. يعني الجرم اللي عاملينه مخالفة إدارية. طبعا استشرت محامين أتراك قالوا لي مخالفة إدارية، بحق لك ترجع تركيا طبعا إذا ما عليك جرم. الأمور كتير سيئة ونحن معيلين لأهالينا. طبعا قاعد بتركيا بيشتغل معيل لأهله كله، أنا برابطي عيلتين وفي كتير شباب مثل متايل. تعرض عدد من السوريين المقيمين في تركيا خلال الفترة الماضية لقرارات صدرت عن الهجرة التركية أدت إلى ترحيلهم من تركيا وإسقاط الحماية المؤقتة عنهم، وذلك بسبب بعض المخالفات القانونية. وفي المقابلة الآتية لقاء مع الحقوقي عمار عز الدين ليوضح بعضا من المخالفات. هلا اليوم نحن بدنا نميز انه في عنا بالنسبه للقانون الحمايه المؤقته، وحكينا اللائحه التنفيذيه اللي 6383 لعام 2014 نصت على عده امور يستحق اللاجئ السوري او تسقط الحمايه المؤقته عن اللاجئ السوري. هلا نحن بالنسبه للحالات الغالبه الشيوع او اللي عم تتبع الحكومه التركيه ترحيل فيهم، هن الحالات اللي عم يتم ارتكاب فيها جرم جنائي الوصف أو حتى في بعض الأحيان جرم جنحة والوصف. فهون عم تضطر أو تلجأ الحكومة التركية إلى سوق اللاجئ من المحكمة إلى إدارة الترحيل ومن ثم ترحيلهم مباشرة. بالإضافة الأشخاص الذين يستخدمون وثائق مزورة، اليوم نحن بنلاحظ أنه في شائع أو في ظاهرة انتشرت كثير بين السوريين، نحن حذرنا فيها كمنظمات حقوقية مرارا وتكرارا، أنه بعدم استخدام أو اللجوء إلى الوثائق المزورة. اليوم اللاجئ السوري بده يمدد إقامته، عم يروح يضطر يعمل عقد إيجار مزور لحتى يحصل على الإقامة بمكان غير مكان إقامته، وهذا سوف يعرضه للمساءلة القانونية. بالإضافة الوثائق التي يستحصل عليها اللاجئ السوري من سوريا أو كما يوهم الحكومة التركية أنه يستحصل عليها من سوريا كأخراجات قيد العائلية وأخراجات قيد النفوس الفردية وبيانات الزواج، يقوم بعض اللاجئين السوريين باستخراج هذه الوثائق كوثائق مزورة وإبرازها إلى الحكومة التركية. هنا في هذه الحالة يكون قد ارتكب جرم استعمال مزور، وهذا في القانون التركي وفق قانون العقوبات التركي جرم جنائي الوصف. لذلك بما أن اللاجئ السوري قد ارتكب جرم تزوير أو استعمال مزور فهو سوف يتعرض للترحيل.
بالإضافة والحالة الشائعة والتي ثارت مؤخرا وهو حالة الانتقال أو السكن في مكان غير مكان إقامة اللاجئ أو استصدار مكان الحماية المؤقتة له في الولاية التي تم استصدار بطاقة الحماية له. هنا في هذه الحالة تقوم الحكومة التركية بإنذاره المرة الأولى ثم بإيقاف، وهذا ما حصل مع السوريين في الوقت الحالي، بإيقاف الخدمات الأساسية وهي العلاج والتعليم إن كان لديه أطفال ملجأ، وإبطال أو إيقاف ميزات الكيمليك أو الحماية المؤقتة. في حال تكررت هذه المخالفة ستقوم الحكومة التركية بترحيل اللاجئين. في حال اضطراره للسفر، وكلنا نعلم الوضع الاقتصادي والمعاناة التي يعاني منها السوريين، ولكن هذا ليس مبرر أن يقوم بمخالفة القانون، وخاصة في الظروف الحالية. نحن نحذر الآن، نحن على أبواب انتخابات في تركيا، لذلك سوف نرى أنه سيكون سياسة التجديد واضحة وقد بدأت تظهر على العيان في كل المحافل التي يقوم بها السوريين. لذلك نرجو من أخواننا السوريين المتواجدين في تركيا أولا عدم مخالفة القانون بشكل مطلق، بالإضافة في حال اضطرارهم للسفر الحصول على أذونات سفر بشكل قانوني، ثالثا أن يقوموا بتحديث بياناتهم بشكل دوري لدى دائرة الهجرة. نحن كسوريين يجب أن نعلم القانون، ويجب أن نعلم، وهذا هو الأهم، ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، وألا نقوم. وهنا نحذر عن طريق قناتكم، يجب على اللاجئ السوري إلى أي حد، يعني نحن من أولى وعطول، مهما كان التعذيب أو القسوة أو الإكراه أو الضغط النفسي الذي سوف يتعرض له اللاجئ السوري في مراكز الترحيل، لذلك ننوه اللاجئين السوريين بعدم التوقيع على أي ورقة دون معرفة محتواها وفحواها القانوني. بمجرد توقيعه على العودة الطوعية يكون قد أسقط حقه في الحماية المؤقتة، ومجرد إسقاط حقه في الحماية المؤقتة معناها الشخص رضي يطلع على سوريا بإرادته، وبالتالي لا تستطيع أي سلطة في العالم إعادته إلى تركيا بموجب قانون الحماية المؤقتة. هذا عن تركيا وقضية ترحيل السوريين. أما الآن فننتقل وإياكم إلى قصة سورية من الشمال السوري.